تفتح حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم. جنسي بشري هي أنه قسم سماه وأنه كم نتعلم من مخلوقات الإلهي جل جلاله كم عنه معي إلهي مخلوقات فرطبنا وأهو ري أجله وحان عربنا يوحنا نركي وحنا كحب ظن يوحنا كحب ظن هاي انت أنواعه كالدوني مخلوقات إلهي أهو ري هاي الأبو أركسي أبي أفر بذنه لكن انت قام وحبا انبنا كبرا مرتا جنسي لاس بشري إيه إلهي مذب إيه نسان كالليلة دول كان أقول لهم لهي إلهي سبحانه وتعالى سياد النسيه ورحب مذب إيه ما هو الكيسة يوم قرر نساء شرف كيسة إلهي إنسان كأيوسي مخلوقات فربلا وأن إلهي كحي يعني إلهي كمحي له الله جل جلاله وحق رابه وقاله لن لن نجر إلهي قرابه مره الله لم يلد ولم يولد قراب حقيقة سوق دي إلهي وحمنا مره لمرة لهم جل جلاله وعمنا وأنه لا إله غير لكن إلهي تفضيل وجنسي كان أفضلي مخلوقات كالات أي إلهي سبحانه وتعالى قدري وكربي النوشيري ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في المرج والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ألو في من خلقنا خلقنا ممن من تاس أذري يحسوه سكلايا لغزي أذري ديري حوله حيوانات كيجو شنقره والله كل شيء وسوق له ممن خلقنا تفضيل على ذا فضلي إلهي سبحانه وتعالى أليه أيه مكان نيسا كسيي ملكي ولا مخلوقات كاسور دون هذا إسكالي إنسان نيف قيري نيف بني آدم يا حب أوف حب يا أنا محمد إن أوف حب لنا أنت أنه كوي حب لنا أنت أنه مش كتبتان هذه حقيقة عقلية إن يرنو زيادة لها ما إيجر حقيقة عقلية بسين لها وتذنيل كي تسخير كا لنوس لنوس هذي إيه وكانت يسر نسيي هذه إيجر لها بحلا هل نفقير نوفر الله باب أنت فسوك الله باب أنت نوحب أنت نوحب أنت نوحب لكن لما أردتها لما تمكين لما سين وهذا مثلا هو مليار بقول كي هدول هم وكان في توقف تحايل وقولي هدول هم هو دائما ماشي المسوق دور عليها وقولي بيسقوا عليها ما في مشكلة كان إنسان مسكين له سنين على الدار إلا يبقى محسوس أولم يروا من الأخير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما الله هاي كانتين نسميس بإلهين وأبو المي أنعاما فهم لها مالكون إلى له وملك ليس له وأنتين وذللناها لهم تدليل تسخير منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا شرب وفضلناهم على ورزقناهم من الطيبات وراد ساكات وصعتي قد ذاب عنده تي ايو حولها سعنت الرسي وقل دوني هل سحن وقضحها شوك معون الهتاب هل سحن وقضح دي الوصع للكور لو بدا شريف مترس انسى بايه أركا
تسووا ساحة قدح عليا، ما عندك مشكلة. قال قدح عليا ما ركب سماك قدح قدح ركب سلوان كذا بعليا، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من حملناهم وحملناهم إنسان كان حبارسين وحكروا بل يلا وحبارا، لكن إنسان هو محمول أكس إلى الجواب وحكس له صخري يوسن لتونن. هذا التسخير يعني سبحان الله، يا بني آدم ده يقول السيد إلهي آدم يقول لكم سيد آدم وحرق صوت بطري، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. حيوان كتالي كما ليه ضربا نقوسه دي جنيه علي عوضا لي فما تدى دقوا أسرط، لكن حوله ضرما بس كودوا سانتو دو سلاء كودا سانتو كودا مالا أركا ضربوا كتالي دوان ورح دي لهم وريشا لا يدعو لبسي إيرا لاسي. بكا من باب التفضيل والمقارنة ما كانت مش حد وبانيسا إن إلهي وقليل السيادة كسي أو مامو الذي قلو كسي حتى كوان ملاي كان أو بدا كجرة أنا إيه بدا محا سكين كلاه بدا كوان بنو لد بدا هديلو مطفر ودمان ثم كاسنا هدي بدا بلا سوصار ودمان اسكو شغبا متني حتى ركي بدا كنو لا أي إلهي كسي هديو انتو كان بيقلو كل لحم الضريع ذاك اياهم سبحان الله. بك التفضيل كان وحا كوانا وحا سو تفضيل الى تشريف وحا لجل تكليف ما لجل فلتو بلا شوا بلا شوا و وعلو التكليف بلا مساري وحا لو ساري انا ربك حتى يعلم او اذرو ميسو وهوغانساتو او اد اوغاتيد ان او كليهي سيدا ابيد او ملك الوشي حولها كلي ادينا وانا وليه ولله من في السماوات والارض انت مملوك اظن مملوك الى تعالي نتيجة دين اله وانا وشري تلك حدود الله حدود بين المسلمين دوبا انت ادلوكتو انت محدود نظر كاغا أرقاغا مغل كاغا نرش هذا حرمتي سيدك انتي سبق الإرقالة دي أي فهمين إن هذا تسوى باطل بولي سحما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار محدود باطل هذا محدد نرش هذا سابر ابتد ومن ملاكتي سي سيدك ربي غالي وأبوري ودد وكو وترك لي وكو امري كسر حتى دي نسوما ترى النتيجة لا قوت هذا هو ترد قاعد ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تشريف قال هي اكرام قال هي وحي يرد ارد فحوم وظهر كرامه لي وينيت جات هذا البيت دار الجزاء اللي راه هذا قاعد يدري جنات بان وكلين هي جنات وحكى استيانا ولكن جنات حلو قاعد يدري لانه افضل شيء انسان فجعل يعني برق وروح بدن حدائق تجري من تحتها الانهار خالدين فيها يبقوا عليها نلوشي بالغوضة ما نقاري ولي قام اللي مليش تدوك ما اللي مشهد اللي جوجي ما يسي نور من بلد بتاع يموتون ولا لوين شو تكلنوجي هر مرة ما قال حالة مشهد النوجي وجوهي ليش لما جوجي بها إنسان هو جوجي لها دور كاري كاروز لأنه نرشو نفتو وجاليها ولكن قالوا قصبي وقصبي هنوبي لكن هم كاس ضمان بل هل يسايو إلهي وحبي خالدين فيها ولي يذكوا عليها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم خالدين فيها.
إلهي هالكاس فوز يلي بان كي هو إلى هالكاس في هالأب وذلك الفوز العظيم. بركة إخواني وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى كي قفي أرد ناس وربيس أو أبتي سديلي أو دريس يطلع علينا ندخله وحنو قلنينا نارا وإن بأس لنا خالدا فيها وهو عليها وله عذاب بليه مهين عذاب إهانة لبليه ما أهم عذاب كريم ما أهم عن إهانة ما راح على التراعي والله طويل يعني مهان لأنه كرامتي لسيلي في الدنيا وكرم واري فهذا جزاؤه وله عذاب مهين. بلك خلاصة الكلام هاي تاني الدون كمان كان كل والله هاي أذكر مركي صبيحة يوم القيامة الصبح هذا الصبح كان وفريس يعني خميس بالليل ما أنت خميس هما يوم الخميس صبح هذه بان وفريس يعني وقت سعره صوب هاي صبح خميس ما صوب هاي صبح يوم القيامة ليلة ولا صوب هاي ونار يبقى فيه لا شك أيا لا صوب هاي دوانا نذكرنا ربي يقول لك صوب هاي دوانا إلى هدي بصنو ليلة دتك الصبح على يوم القيامة قبل بودا كسوة كعين سؤال بلوي دي إما سأل أدونك جوكتين بلي قال بها تكون سنة سوجو ويدا وكي وراء أحبال أنه نجل قال هذا زمن بلي لأن أنا عرفت إلي حدا لي وتضبعت لي قال بقول قاري وقيا لي كبرا لي كل يقول ذو حسكوها فحين لبثنا يوما أو بعض يوم مالين أما مالين بكين قالوا أدوك أو كناري ساسا هذا كنبا أحبا كنبا بابا أدو يدي أي كنونا إيه إنت هدونا بها إحاتي إني بها المالب أما مالب بركة دواب كشا كشيين والله ما ساس سو ما شغل بركة هذا حسوسك مليها انكسو على اللي ودك مصورة قاحي سلاش الدولة سوما سلاش انكي مكي ان مالها انا هو قبل ايو مكي ان بركة وهم المروع هذي يجري الفين لابد اكون بركة اللي قالوا حباس بديني دولو كمبيوتر كي ايو حباس انا قطولو بركة بركة سوما المروح لابد اكون سيلو قارا قاري دولة يا قاري دولة بدك لما انا سلاحين بولا وكن انت اللي قال يا ديوله جوجي شاي ودا قال لي قال لي دور هل شركتي اللي ودا تكون قول حساب ابو سعيد هو اللي كان حاكي شو رجع 18 سنة والله كأنها مثل ما قال الشيخ كأنها يوم أو بعض عيدي كان سورة يونس لمحاها ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ساعة ساعة ما هل ساعة أيا مكة درتين ما جنني لقف وجنني أبدا الآبدين أتكوها ريشي ساعة أما ما لي بركة كوها خفة قدر صلي ويرا مثلا راح على الله يا أخي يرتاح لك وأدوك ونعم الطلب من نقول ما لي بركة ما نسعتها جنن هدي لك وقيل فدي كريد فدي ستين الاستبرق يوم بركيموين كذا أتصاج بودا بيك ستئ ولده مخلدون أي سحام من ذهب قسم أي سرعي أي قوك أنا شراب في جنة فرقها كريت فرق ستئ وسط وتضغطا جديتا زلالي انت يرى سعو فرق بس مقدارها يعني 70-80 سنة بغير لأن حياة بدل أبدي وولي بقى أنا جابوبي وولي قام مش هذا التكنالي سادي حشدنا هذا الداخل كور وولي قام بطولي حنون سري الآفات كلها ممنوعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون تروعون جانو حنوع البيع ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون وسخطي يا فضلاتك يا كاذبي يا سحرتي يا حر الملك حتى ملك دوف يا حاسيا ما جرتم ونظيف لي الى يبقى نشئ وسب اديك واسال اديك
روح ذي باشر روح ذي، لكن إلهي سبحانه وتعالى جرع سب وأن وسخ ذات أقبلين تكوين إلا ذي روح ذو نصب يعني إلهي أدون كوكوس مدخل إيه مخرج حتى سي مجرا وسخ وضل ما وقلا الجنة وحا قصوره هي قروح ربضن لؤلؤ أي ذهب كبير السمي مصقول كمتان أدون كان يقول وقروح بضن قادة ديلو إلى مصقول ما لم يليس طالعين بلاش مقابلة لأنه لا قيمة له قيمة ما له دوسا حمام له مصقول هدوسا له ومصقول ما له شرف لبيع هذه شرف الدنيا يا ويبع ملك هو حمام بريه وكفي عيا زمان يا حمامين ولي وغيره الله يخلص هكذا حمامين من هنا نضيق لوكاس اكاديمي تولي يا ابويا صباح النهار بكس فهذا هو الانسان يعني انتزع عباقه مفرد انا دعوه فرش الدنيا كانت تنظيمها هي الى دلوقتي هذه قيمتها يجوا في صوت سعران كان في المامي ان مطعم ابن ادم جعل مثلا للدنيا فهو وان ملحه وقزحه فانظر الى اي شيء يصير الله اكبر حكم ذلك ومدى انه قلبي هذا وكره حب الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مطعم ابن ادم انتظر بني ادم تصالوا حلوة دليل مجيدي انت رأي بني آدمك الدنيا دي تصالوا بطاية تصالوا بطاية الدنيا دي هو ما فهو وإن ملحه وإن قزح انت دي هديه ملح قدره هديه وقزح وحول الحال وحيا له تقولي وقدره انت ما شاء الله وتقوله ما شاء الله قعشة وقاله على شهدتك نعيش بدليش فانظر إلى أي شيء يصير واحد يشوف بدليش كفل يسمو النبي صلى الله عليه وسلم في وحا شو بدا شيء ويا الدنيا لما تركي الكبر لكن ذيك عبيد يمالي لي فكر في مسكح لي في ما في شو نمي شو بيا وحا مطعم ابن ادم انتظر بني ادم تصارع الله ودي بركة توفيق الله نوفا جي اخواني وحا نلق وتقول كل ليل عن توقف يرسمي قلت كان الأردي يقول أنت كي يسوك سنة فالواحي لنفسك أديك أديك خاصة لنفسك أنت بعيدت لك حتى بسعداء حتى هرية حتى كتر الدسي أدو يرى واقعا سعي يتدرب في مجلسته ماشي سنة كي ورجوكتي مرتين ملك في عبارة حدو ليس إلى هذه أقوى هرمان سميسي هذا طبيعة البشر إنسان كأساس طيب آخر هذا الأول ليش ماشي سنة في ولد بتاعك انتهي في الآخرة صلاة دار محل ماشي أو بتاعك انتهي يعني صوم كالي عبادة دار طحنة دي جهد يعني تدار كالي ما هو مرسى ماشي دو فون أحال كل ماشي الآخر اللي جستو لأن الآخر اللي جت هذا سبب وقال كل ماشي يوميا ما لك السهر وربع سوين هاي للدار الآخرة وانيش حساب العين وانيش حساب تم العين أركا الحمد لله فرصة الله سعيد وكفى إلي سلو أما أنا أركا اللي شوين راح نبتدي ولا لي وشو جديني يعني أختي ولك سلو ومقرر ليس مباركة بينه كجرة وعد إيه وعد إيه ومقرر ليس خير بينه كل حجرة إن أنا بحذين من أركا لفى إلي سلو موضوع معها علوماتي من ضد المحاضرة ليس يعني وأهل مكملة وأنا في عنتها لكن المقصود في يجدد هو كل كذا كل مي إلا ثلاثة يجتو أنت مثلا أهل المسجد في إيه هذا ما شاء الله أهل صلاة الفجر أو خير سيد الناس وخير وحاولي لو أذكر فرضا إليه ما دان وملي الله وراك وصلاة عبادة ليسي سكبر القلب تاني دعوة انفرادية واحدة إلى مجلة تاسعة يا 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 كتأثير يا سامين بلن دعوة عمومي قوهوني ولا أنتو هضو
بالله التوفيق والتغيير قال وفرته دعوة الانفرادية تن عام كا مالي وصعود انك قرب من ماي وحوين 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 بلاها بيوم جيدا لكن سي خاصة من خد وصو جيدا قلت له يقول انا قل كان هني يفكر لي حقين وصعودنا وين نذهب يا صلاة نكون كذلك يدي طعال الإلهي تأثير بقى بلاد مثلا لحدنا إلى أن تحوذ الإنفرادي لأن وظنه أنه كلفة إلي جنه وقت جينا لأنه إلى لأنه ووقت جينا ونغلو ما بين عبادة ودعوة وخير لأنه عنوان كاسا لشويم عنوان كاسا لشويم وأتاو إتاسا كنت ذات التوفيق لنا الله ما في جيب جزاكم الله خيرا وحالي المكلمة سوكو يا ولك وإلى فتة وحالو كيكو سجدة سجدة وان في فيري ومن كم أي مباركتي مباركتي من الحاشر بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك